إذن هذول الناس اللي بيحاولوا اليوم يقولوا ما فيش حجاب في القرآن اللي هو اللباس الشرعي. طيب بقول لك بدها ما تبدي زينتها إطلاقا 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 إلا ما ظهر منها. طب هذه إلا ما ظهر منها يعني لما الله سبحانه وتعالى بيقول وأقيموا الصلاة، كيف بدنا نقيم الصلاة؟ وفي تفصيلات. هاي اليوم إذا بدك تكتب في أحكام الصلاة مجلدات، كلها مجلدات أجت هاي من أقيموا الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن فصل مجلدات، فصل والطهارة فصل. طب وآتوا الزكاة هاي في مجلدات على آتوا الزكاة. طب منين هذا المجلدات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن واجتهاد الناس في الفهم في القرآن والسنة. ولله على الناس يحجوا البيت، كيف ننحج؟ كيف ننحج؟ طب إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها. والله في إشي بيظهر في العادة، في إشي بيظهر في العبادة. بس هون خلينا أتوقف شوي. ما بتلاحظوا إنه إشي عجيب انه إسلام في كل العالم تقريبا، خصوصا لما بدهم يكونوا في شغلهم ولا في مناسبات رسمية، إسلام بتلاقيهم ايش؟ لابسين كله، لا يظهر منه الا الوجه والكفين، خصوصا اذا لابس طربوش ولا برنيطة ولا كذا ولا حطر، لا يظهر منه الا الرجل، لا يظهر منه الا الوجه والكفين. والعجيب ان المرأة اللي مخلوقة بالنسبة للرجل جسدها كله زينة هي اللي بتخلع. طب ليش؟ يعني فكروا فيها منطقيا، في الشتاء، في الشتاء وكشفات عن السيقان. طب ما احنا بنبقى لابسين تحت البنطلون بلاطين، خصوصا الشيخ. ما احنا لابسين تحت البنطلون بلاطين، انت في الشتاء كمان. عجيبات، شو القصة؟ انت ملاحظين؟ يعني زلام انا بشوف لك اياهم مش مبين الا هالراس والايدين، دائما هيك زلام. واللي بيلبسوا عروسهم مش مبين الا الوجه والكفين. هذا الاسلام، مع انه انو اللي جسده يعني مثير المرأة. ويا سبحان الله، من قبل الميلاد لليوم تتطلع بتجد البشرية كلها بتنحرف. لما بتنحرف شو بتعمل؟ بتجرد المرأة من ثيابها. اذا هذه على فكرة هي خباثة الرجل، هذا الرجل. ليكون هي المرأة بتخلع مشان يتفرج عليها النساء. اذا مين اللي كأنه بنحرف في المرأة؟ وهي بدها دراسة، انه انت بالذات يعني الرجل هو اللي بيحتشم في اللباس وانت اللي بتتكشفي، هذا معناته الرجل مستغلك. هذا الرجل يخبيته واخبثه بيخرج. ولذلك مين اللي بيصنع الموديلات اليوم؟ مين اللي بيصنع الموديلات؟ وكل يوم والثاني طريقة، والاسواق بتجدها غصبا عنها المرأة بتلبس هذا وهذا الى اخره. مين غير زلام؟ زلام قالوا بيعملوا حالهم مش دارين شو القصة. وهي مش منطقية، هي ليش بتلبسي هيك؟ وبتكون على فكرة شفتوا فيهن بتكون رئيسة وزراء، وكن بتلاقيها قال رئيس وزراء. طب اقبالك رئيس الوزراء الزلمة لابس ومحترم ومش مبين اشي، انت بتكوني رئيسة بلد من 60-70 مليون وبتلاقيها قاعدة طيب وكاشفة، قالوا بتشد مشان تغطي. تشد ليش؟ طب تشد ليش من اصل؟ شو القصة؟ شو يعني؟ شيء عجيب على فكرة، تركيبة احنا الرجال بنفهمهاش احنا. وما اشترهن اليوم خصوصا هذول اللي بالدعين. قال مرة كان عندي محاضرة هون في جمعية انعاش الاسرة، كانوا هالنساء اللي بدهن محاضرة، وبتعرفوا الوان اشكال والوان في النساء، كان اشكال والوان واتجاهاته الى اخره. وكانت المرحومة، وكانت امرأة محترمة هي رئيسة الجمعية تعرفوها، اجت واحد رفعته قالت انتم يعني لما تغطوا المرأة بتعملوها موضوع جنسي. قال لما نغطيها بنعملها موضوع جنسي، لما نغطيها. شوف قلب الحقائق،
قال لما نغطيها بنعملها موضوع جنسي. قلت لهم ممتاز مزام. انا بدي اسالكن يلي قاعدات قدامي، انت هن بلبس المرات التنانير وبشقينها من وين؟ من ورا. مش هن بشقينها، رجال اللي عملوا اللي بيعملوا الموضه أكثر. انتشرت في فترة هذه الفساتين اللي ايش بتكون اللي عند الركبة تقريبا ومقصوصة من وين. قلت لهم طيب ممتاز، مازام انتم بتقولوا احنا لما نلبسها بنعملها موضوع جنسي، انتن انتن بالله قصات من ورا مشان شو يعني؟ انت شو شو الغرض هاي من ورا؟ وقفت رئيسة الجمعية رحمها الله، قالت لي اه صح 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 احنا من قصر. هي قصة طبعا من ضمنهم لانه حسب هذا. بس لاحظوا لما بتعترف بالحق، انتوا بتلبسوها بتعملوها موضوع جنسي، بعدين لما بدها تتستر وتكون صاحبة عفاف بتصيروا تقولوا انه التستر نعملها موضوع جنسي، وانتوا شو بتعملوا؟ انتبهتوا المنطق المنحرفين؟ الا ما ظهر منها. نرجع زي ما قلت لكم الحضارات، تعالوا شوفوا انتوا كل تقريبا الازياء الموجودة الان في الغرب، أبائهم أبائهم زمان من أيام الرومان واليونان قبل الميلاد، تمثيلهم اليوم بدل إنه هذه اللي بتشوفوها اليوم محتشمة كثير بالنسبة لآبائهم لأجدادهم من قبل الميلاد. وهي التمثيل موجودة، تمثيل الرومان وتمثيل اليونان، كيف كانت الرجل المرأة تلبس وتفاصيل كل جسد وتقديس الجسد وكشف عن الجسد وأمور من هذا القبيل، وأمم الهند وأمم الحضارات المختلفة كله. أكثر ناس كانوا تقريبا محترمين في هذا الباب العرب، في تماثيلهم القديمة وآلهتهم القديمة متسترة على فكرة العرب، غير عن آلهة اليونان، آلهة الصيد ديانا وآلهة الحب فلانة وفينوس والآخره كلهم شلح، الآلهة حتى شلح. تمام؟ طيب نشوف يعني اليوم عفير الغربيين هذول اللي انتم شايفينهم، الغربيين اللي انتم شايفينهم هذول بالنسبة لآبائهم يحللهم. ايش يعني يحللهم؟ محتشمين محتشمين متسترين اصلا، بسمحوش اليوم بالعري بالعري الكامل في محافل عامة. طيب لاحظوا في المسارح اليونانية الرومانية القديمة، هاي المسارح زي اثار جرش وغيره، شوفوا كان يجتمع جمهور البلد كله، واحيانا تكون النساء تتسابق في المضمار امام الجماهير كلها، عاريات عاريات بتسابق معروف قبل الميلاد. هذا اليوم في دولة اوروبية بتقبل هالكلام في محافل عامة. ما تظنوش يعني انه التهتك هذا جديد جديد، لا هذا من قبل الميلاد، والبشر طول عمرهم الذكور يبدو المرأة بيخلوها تتعرض بطريقة عجيبة. ليش بتلبس هيك والرجل هو عجيب عجيب. طيب الان الا ما ظهر منها، آه